بين هلع وجزع وخوف من المجهول وتوتر وعدم استقرار نفسي واجتماعي، انهيار بالعملة الوطنية، وانقطاع للمواد الغذائية، وارتفاع للأسعار بطرق جنونية، حتى باتت الهجرة حلم الشباب. ولكن ما الحل؟ وكيف نستبدل هذا الخوف بالأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بضيوفنا الكرام سماحة مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال. ما قصة البلاء الواقع على الناس؟ إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهموا أن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وليست دار مقر ونعيم وعذاب، بل هي دار يمتحن المرء فيها فيصيبه الخير ويصيبه الشر. فترى مثلا الذي أنعم عليه بالمال قد قدر عليه بالصحة أو بالعافية، وترى من أنعم عليه بالصحة والعافية ربما تراه مقترا عليه في أمر آخر، فترى أن النعم لا تجتمع لأحد في هذه الدنيا. ليبتلى الإنسان ليشكر عند الخير وليصبر عند الضرر الذي ينزل به. قال صلوات الله عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والأعظم من ذلك القاعدة القرآنية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بوركت شيخنا الفاضل، ولعل الله سبحانه وتعالى أرانا هذا الأمر حتى في أحب الناس وأقرب الناس إليه في الأنبياء، فكانوا مكان الابتلاء وكانوا مكان الاختبار. سئل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أي الرجال أفضل، الذي يبتلى أو الذي يمكن؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الرجل يبتلى حتى يمكن. هكذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عندما صبروا مكنهم الله سبحانه وتعالى وثبتهم ورفعهم. لذلك يقول تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان الله، يعني تعداد هذه ابتلاءات الخمسة مع كل واحد يظهر للإنسان تطبيقات في واقعنا الذي نعيشه الآن. هناك بين الناس هناك خوف وهناك جوع وهناك نقص من الأموال والأنفس والثمرات. الناس تخاف على أموالها، على أمنها، على عيشها اليومي. وسبحان الله، يعني بالنسبة لنقص الأموال، إذا كان حتى اللي عنده أموال أمواله نقصت، إما بالحجز عليها أو بفقدان قيمتها، أو إذا كان يعمل راتبه سبحان الله إما نقص منه أو فقد قيمته الشرائية. وقس على ذلك حتى نقص الأنفس الآن في جائحة كورونا، وفي حتى هرب الناس تحت وطأة هذا العيش الضنك. الناس تموت على المعابر غير الشرعية سواء كان بالجليد، والناس تموت أيضا في البحار، حتى بعض الناس يلجأ إلى الانتحار، الجريمة الكبيرة التي حذر منها الإسلام أيما تحذير. لأجل ذلك سبحان الله هذه الابتلاءات الخمس هي من طبيعة هذه الدار، لأن الدور خمسة: الدار الأولى عالم الميثاق وعالم الذر، ثم عالم الرحم، ثم عالم الحياة الدنيا الذي هو عالم الابتلاء، ثم عالم البرزخ، وأخيرا عالم الجزاء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننجح في هذا الابتلاء حتى نكون أهلا لجزيل الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ما يعين المؤمن في طريق الابتلاء؟ أن يقتدي بأهل الصبر عند الشدائد، وأن يقتدي بأهل العزائم عند الابتلاءات. ولنا في حياتنا أسوة واحدة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمعت فيه كل الكمالات والذي نزلت به كل الابتلاءات. وهذه البلاءات سواء كانت جسدية معنوية أو حقيقية، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب ثابت
وبقلب مطمئن بفرج الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نحتاجه نحن في هذا الزمان الذي تواطأت علينا فيه كل الابتلاءات. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات صابرا محتسبا حتى جاءه الفرج. لم يجدوا ما يأكل إلا خشاش الأرض. حوصروا ومنعوا من المبايعة ومن الزواج ومن كل أسباب الحياة حتى جاءهم الفرج، ورسول الله ثابت لم يتنازل عن مبادئه. والحقيقة أصحاب الفضيلة أن الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على البلاء لا يعني بحال الرضا بالظلم والدون والهون، حتى لا أحد يفسر بأننا ندعو الناس إلى السكوت عن المنكرات والتأقلم مع المآثم أو الرضا بما يحصل في بلادنا. لا شك أن سرقة أموال الناس واحتجاز أموال الشعب، غياب الرؤى والتخطيط، انعدام الخدمات الصحية، كل هذا ينبغي أن يدفعه الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المؤمن يجب عليه أن يدفع هذه المظالم وأن يستنكر وأن ينتفض وأن يثور بحق وبعقل وبحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. فالمؤمن يطأطئ رأسه لله سبحانه وتعالى أمام البلاء، ولكن ينبغي أن لا يطأطئ رأسه للظالمين، لمن تسبب بهذه النكسات وبهذه البصمات الإجرامية، بل ينبغي عليه أن يكون شعاره كما قال الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يتحقق العدل بإذن الله تعالى إن قمنا بالوسائل التي تأخذ هذا الظلم بعيدا عن واقعنا وعن أمتنا وعن مجتمعنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا هم أولا ما بأنفسهم، ثم يغيروا ما حولهم من ظلم ومن تسلط لهؤلاء الظلمة. الناس في قلق شديد من فقدان الحاجات الأساسية من غذاء ودواء، وحق لهم أن يخافوا، ولكن أين كان الخوف عندما فقد الدين عند كثير من أبناء المجتمع؟ ماذا فعلوا؟ أكانوا قلقين أم لا؟ اعلموا أنه لا طمأنينة ولا أمن إلا بحسن اللجوء إلى الله والتوكل عليه، فهو مالك كل شيء. فالماضي ينقلب خيرا بحسناته وسيئاته، ينقلب خيرا في ميزان حسنات المؤمن، والحاضر يتوكل على الله فيه فلا يقلق، والغد المقلق يذكر حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلا أمن بلا إيمان، ولا طمأنينة بلا عمل صالح. الأمن والإيمان، انعدام الأمن في بعده الإيماني كما نراه ينبغي أن نقرأه في ضوء كتاب الله عز وجل. في كتاب الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حدد الله عز وجل هذه الفئة التي وعدها بالأمن، والأمن حاجة فطرية لكل مخلوق، وإذا ضاع الأمن فقدت الحياة معناها. وقد أوجز النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأنما حاز الحياة كلها، الحياة كل الحياة. لذلك علماء النفس وعلماء اجتماع يجعلون الإشباع حاجة الأمن من أعظم إشباع الحاجات في حياة الإنسان. فالأمن والإيمان الصنوان لا يختلفان، الإيمان والأمان توأمان لا ينفصمان. من هنا قال الشاعر: إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، فمن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. إننا نؤمن أنه لا أمان لمن لا إيمان له. فيا أيها الناس، تعلموا مما نحن فيه أن فقد الأمن بفقد الإيمان، فحققوا الإيمان في أنفسكم حتى يعود إليكم أمنكم. شيخ الحبيب، نموذج عملي في القرآن الكريم لأناس سبقونا من مئات السنين ولكن حالهم يشبه حالنا. مجموعة من المؤمنين كانوا مع موسى عليه السلام، البحر من أمامهم، فرعون ومن معه من جنود من خلفهم، عزل ضعفاء انقطعت بهم الأسباب. عندما رأوا ذلك ماذا قالوا؟ يصف الله تعالى هذه الصورة في سورة الشعراء، قال تعالى: فلما ترى الجمعان
قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كثير من الناس اليوم يقول نفس الكلام، شيخ ما في شغل، ما في أعمال، ما في أشغال، ما في أموال، ما في غذاء، لا يوجد معاشات، لا يوجد أمل. يقول صاحب الإيمان الذي بعث الأمن في القلوب اللي هو موسى عليه السلام، قال كلا. وكلا كما نعلم شيخنا فيها نهي وزجر، ممنوع هذا الكلام نسمعه، ممنوع في هذه الأيام نسمع من الناس إنا لمدركون. لذلك نؤمن أنه بعد التمسك والالتزام بالإيمان سيعطينا الله تعالى الأمن. فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، ونحن نقول بإذن الله كلا إن معنا ربنا جل جلاله سيهدينا بإذن الله. الأمن بكل أطيافه هو مطلب المجتمع، من الفيلسوف في قمة تفكيره إلى الفقير في كوخه. ذا كأنه لا طمأنينة ولا سعادة ولا إنتاج بلا أمن. سئل حكيم ما السرور؟ فقال الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. فالمؤمن لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، وهو يعيش في ظلال قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والسؤال الذي يقفز إلى الذهن هنا، أين الأمن وأين التمكين وأين الاستخلاف؟ ونحن في هذه الأثناء نرى انعدام الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وشح في كل الأساسيات والمواد الأساسية في هذا البلد. الحقيقة علينا أن نراجع هذه الآية وأن ندقق، لأن وعد الله لا يتخلف، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الذي وعده الله بالأمن بكل أنواعه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذن حتى نحقق الشرط سيتحقق الوعد. من هنا نبدأ بأن نصطلح مع أنفسنا وأن نصطلح مع الله حتى نرى الأمن في حياتنا واقعا ومستمرا. الحقيقة برجع بأكد على أنه هذا العرض القرآني والحديثي والإيماني يجب أن لا ينفك عن تطبيقاته الميدانية دائما. الأمان والإيمان يبدأ من النفس، من البيت. إذا الإنسان رب البيت ما كان هو الملاذ الآمن لزوجته، لوالده، لوالدته، لأبنائه، فلا يمكن أن يتوقع الإنسان أي ممكن ملاذ آمن خارج هذا البيت. المستوى المستجد والخطر الآن انتشار ظاهرة السرقات والتعديات، مع تصريح أعلى مسؤولين عن الأمن في البلد عن عدم قدرتهم على مواكبة هذه الأحداث. هذا الأمر يفرض على كل رب عائلة وعلى كل أهل حي يقظة عالية جدا، خاصة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للسيارات، للممتلكات. وهذا ما يوجب اجتماعيا على كل رب عائلة أن ينتبه على عائلته وعلى جيرانه وعلى محيطه، وأن يتكامل الناس فيما بينهم لحماية البلد في هذا المنعطف الخطير. الحقيقة الأمثلة التي ذكرناها في حياة الصحابة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، نتساءل هل هذه النماذج ممكن أن تكون الآن في هذا الواقع؟ لو نظرنا إلى بعض الدول التي انتهجت العدل والإنصاف وبناء المؤسسات والاهتمام بالإنسان المواطن، لوجدنا نماذج مشرفة في هذا العصر. على سبيل المثال تركيا، ماليزيا، سنغافورة، هذه بلاد احترمت الإنسان وقامت على شؤونه وأقامت العدل والمساواة، لذلك نرى أنها نجحت وأنها تألقت، يعيش إنسانها بكرامة وباحترام. نحن في لبنان ماذا ينقصنا؟ ماذا ينقصنا سوى هذه المعايير، معايير العدل وإقامة المؤسسات والاهتمام بالإنسان وكرامة الإنسان؟ ما عليه الواقع في لبنان يدعونا إلى أن نتكاتف جميعا لنصرخ عاليا أننا بحاجة إلى أمن وأمان يقوم على العدل، يقوم على محاسبة الفاسدين، على الاقتصاص من الظلمة، من السارقين الذين يعيثون في مجتمعنا فسادا وقتلا وإرهابا وسرقة لخيرات البلاد والعباد. نعم، إن آثار الظلم لخطيرة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكنه أيضا في الدنيا سبب لانعدام الأمن. ولكن الظلم يبدأ عندما يظلم الناس بعضهم، عندما يظلم الجار جاره، والتاجر زبائنه، والطبيب مرضاه،
وهكذا، فيسلط الله الظالم على الظالمين ثم يكسر الجميع. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالمطلوب توبة صادقة وعودة إلى الله واستعانة به وتوكل عليه. إن الواقع المرير الذي نحن فيه والذي تسبب بفقدان الناس لأمنهم، لأموالهم، لمستقبل أبنائهم، يقتضي الانتفاضة على هذا الواقع، الانتفاضة على الذات، الثورة على كل ما هو منحرف، الثورة على الفساد. هذا الفساد سواء كان فساداً في الإدارات العامة أو فساداً وانحرافاً في السلوك الاجتماعي، ينبغي ألا يدفعنا إلى سلوك أو إلى ظلم آخر. قطع الطريق لا يصح، إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، تلويث البيئة، ظلم لا يقل عن الظلم الواقع أصلاً. لذلك لابد من أن يكون المسلم منتفضاً على هذا الواقع المرير من أجل تغيير هذا الفساد، أولاً بغرس قيم الحق والعدالة وعدم الرضا بالظلم من أي جهة كان. ثانيا، يتجرأ الإنسان ليقول لكل ظالم ولكل مرتش ولكل فاسد: أنت فاسد، من أجل أن يكون غدنا وغد كل مواطن في هذا البلد خيرا من أمسه، لعل الله عز وجل يغير الأحوال. يتساءل الجميع: يا شيخ، شو الحل بهالأزمات؟ الأزمات أحاطت بنا من كل مكان، شو الحل؟ اسمع معي إلى هذا الحديث الرائع الجميل الذي يبث فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم روح الأمل وروح الإيجابية في قلوب الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، يروي لنا الحديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة. تخيل أنت كنت محل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عم تسمع هذا الحديث، بتتخيل مباشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيوجهك للقرآن، للدعاء، للصلاة، للركوع، للسجود، للعبادات. إذا قامت الساعة، كيف يريد مني النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم الساعة وحالي الإيمانية؟ وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عم بتوجهني يا رسول الله للإيجابية، حتى وإن كنت أرى أن الساعة ستقوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: مهما كانت الابتلاءات محيطة بك عليك أن تعمل. خريجوا هذه المدرسة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الأحزاب، قال لهم الناس كما قال الله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك بث الطمأنينة والأمل في ساعات القلق والضيق والهموم والخطوب هذا منهج رباني ومسلك نبوي. نبي الله يعقوب قال لأولاده: لا تيأسوا. ويوسف عليه السلام قال لأخيه: لا تبتئس. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. والله تعالى قال لعباده: لا تقنطوا من رحمة الله. إن السعادة والطمأنينة والأمان والسكينة، كل هذه المعاني هي أنوار يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين. فمن أراد حياة وسعادة بلا هم وبلا قلق عليه أن يتصل بالله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء حتى يتعرف الله عليه في الشدة. فمن تعرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ونحن في زمن شدة وشدائد، فما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله وأن نصطلح مع الله. فإذا اصطلح العبد مع الله نادى مناد في السماء: هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. بعد هذا التطواف القرآني والإيماني والإنساني، أود أن ألفت النظر إلى الخطة العملية والميدانية. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة إلى المدينة المنورة بنى المجتمع الإسلامي على ثلاث ميمات: الميم الأولى هي ميم المسجد، والميم الثانية هي ميم المؤاخاة الإيمانية بين المؤمنين، والميم الثالثة هي ميم الميثاق والعهد السياسي المؤسس للعدالة بين الناس. بهذا نستطيع أن نعيد بناء وإصلاح كل هذه التداعيات السلبية التي تعصف ببلدنا الآن والتي عصفت قبلنا بكثير من البلاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع
أن ننقذ ما يمكن إنقاذه وأن نتدارك الأمر قبل الغرق الكبير. المجد أحبتي في الله لا يبنى بالبكاء على الأطلال والنياحة والنحيب، المجد يبنى بالعمل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني رأيت عيينة من ماء عذبة. طيب ماذا تريد؟ قال: أفأعتزل الناس، أترك الناس وجو الناس والعمل وأعتزل الناس وأجلس قرب الماء؟ قال: لا. طيب يا رسول الله لما؟ الرجل بده يطلب يعتزل يصلي ويصوم ويدعي ويذكر. قال: لا، الذي يخالط الناس، دعوة للعمل للنزول للميدان، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أعلم أن كثيرا من الإخوة اليوم صارت الرواتب ما بتكفي. أدعو الجميع إلى الإيجابية حتى في العمل، في التجارة، في الإبداع، لأن الله جل جلاله يريد منا ذلك. فقال لنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يسأل عن الناس، قال: كنت أسأل عن عمل الناس، فإذا قيل لي أن فلان بلا عمل سقط من عيني. جعل يا إخواني في الله ربنا تعالى سورة في القرآن كاملة سماها بسورة النمل، وسورة كاملة سماها بسورة النحل. لما كل ذلك؟ للعمل الذي كانت تقوم به النملة وللعمل التي تقوم به النحلة. لذلك دعوة للجميع إلى الإيجابية رغم كل الظروف التي نعيش بها، والله جل جلاله سيعطينا. هذا أملنا وهذا ظننا بربنا جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف عنا الهم والغم، وأن يجعل لنا من هذا كله مخرجا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء برحمته ومنه وفضله. ضيوفنا الكرام، مشاهدين الأعزاء، تابعونا على قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، في أمان الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحياناً بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الحمد لله شكرا لا شريك له، ما أسرع الخير جدا حين يشاء الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أبشر بخير فإن الفارج الله. كل المشاهدين ما تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لمنصة لبنان دعوة، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير للفيديوهات كلها، وشكرا لكم.